السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. ربنا يبارك في حضرتك يا شيخ مصطفى. كنت عايز اسأل حضرتك لو شخص توفي وكان الحمد لله ظاهر عليه يعني حسن الخاتمة وكده، علامات حسن الخاتمة، هل أهله لو أهله يعني تصدقوا بعض الصدقات، هل لو اكتفوا بالدعاء بعد يعني هم تصدقوا بعض الصدقات، هل بعد كده لو اكتفوا بالدعاء يعني يكون ده وما أخرجوش صدقات بعد كده ده بيكون تقصير في حقه يعني؟ لا، مش الصدقات عنه ليست بواجبة عليكم، إنما شيء مستحب، فعلته تثابون، لم تفعلوه لا تثمون. يعني اذا ما كانش فيه يعني تقصير في الاحياء يعني مثلا لو المال متوفر يعني نخرج صدقات، اذا ما كانش متوفر مثلا فنقول خلاص الاولاد اولى بيه او كده، صح؟ مش فهمت، ما المتوفر ولا ايه؟ مش فاهم يعني. هو الوالد يعني الوالد وعنده اولاد وزوجه، زوجه واولاد، بعدين وهما الحمد لله اخرجوا بعض الصدقات وكده، وهو الحمد لله كان ظاهر أنا عليه حسن الخاتمه. أجبتك، حسن الخاتمة ظهرت ما ظهرتش، لا مش هنبني على حسن الخاتمة ظهرت يبقى مش عايز حاجة منكم، لا 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 نقول كده، إنما نقول هل يجب على الأبناء أن يتصدقوا عن أبيهم الميت؟ لا يجب، ما يفعلونه فضل. تمام. بس.